السلام عليكم، تحية للجميع، تحية لكل الأصدقاء. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة جيدة. اليوم الخميس 19 مارس 2020، أنا أمين بخ، الناشط السياسي، الناشط الميداني، الناشط في الحراك الشعبي الجزائري. أجدد الدعوة لكل الحراكيين، كل المواطنات والمواطنين باختلاف توجهاتهم السياسية، إلى التعليق بالخروج الجماعي للشارع، ذلك غدا يوم الجمعة 20 مارس 2020، تفاديا لانتشار الوباء الفتاك، حفاظا على الصحة العمومية، حفاظا على صحتكم وصحة أهاليكم. يا جماعة، نحن أمام أمر جدي لا يحتمل الهزل نهائيا. نحن أمام وباء فتاك، وباء سريع الانتشار، أعجز دولا بأكملها تملك يعني منظومة صحية متطورة، منظومة صحية متكاملة، فما بالك بمنظومتنا الصحية المتآكلة المتطورة التي لن تقوى على مواجهة أبسط الأمور، فما بالك بوباء سريع الانتشار، وباء فتاك. يا جماعة، الأمر جلل، الأمر جدي لا يحتمل الهزل. نرجو أن يلقى نداءنا هذا أذانا صاغية. يعطيكم الصحة وربي يحفظ البلاد والعباد. مع السلامة.